حديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من بون رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب جاسم محمد. سيد جاسم، أهلا بك معنا. إذا بدأت بعض الدول باستعادة واستقبال رعاياها من عائلات تنظيم داعش، ولكن هذه الجهود يبدو بأنها تسير بوتيرة بطيئة. سيد جاسم، نتحدث هنا عن العشرات والمئات لا أكثر، رغم بأن الأرقام تتحدث عن تقريبا 10,000 من عائلات مقاتلي تنظيم داعش فقط في مخيم الهول. لماذا هذه الوتيرة البطيئة؟ ما تم استعادته من أطفال تنظيم داعش أجد أن يعني كانت أعداد قليلة جدا لا تتناسب مع يجب أن تقوم به دول أوروبا وكذلك الدول الأخرى في استعادة مقاتليها أو ربما استعادة أطفال وكذلك عائلات مقاتلي تنظيم داعش. الأسباب تعود إلى أسباب سياسية، هنالك مخاوف لدى دول أوروبا بأن يعني استعادة عودة المقاتلين الأجانب وحتى الأطفال والقاصرين ممكن أن يؤثر على شعبية هذه الأحزاب ممكن أن تعطي فرصة إلى اليمين المتطرف في كسب الأصوات. ما عدا ذلك أجهزة الاستخبارات أيضا لديها مخاوف أمنية من احتمالات أن تقوم يعني من يعود من الأطفال والقاصرين أو العائلات بنشر التطرف والإرهاب في أوروبا. وبالتالي سيد جاسم، حسب الأرقام الآن نتحدث عن حوالي 10,000 من عناصر تنظيم داعش فقط في مخيم الهول. بهذه الوتيرة البطيئة الموضوع قد يستغرق سنوات، وهناك بعض الدول التي ترفض أساسا استقبال رعايا تنظيم داعش وإعادتهم إلى دولهم. بالتالي بماذا ينذر هذا المشهد سيد جاسم على المدى الطويل؟ المشهد ينذر بنشر التطرف والإرهاب. إذا تحدثنا عن دول المنطقة، هذه الجماعات أو هذه الشريحة من الأطفال والعائلات وحتى المقاتلين بقائهم في المخيمات ضمن ظروف صعبة من شأن أن يتم تدويرهم في عمليات أو في تنظيمات متطرفة أخرى. ما عدا ذلك يكون النزوح أكثر نحو التطرف العنيف إلى النساء وكذلك إلى الأطفال، في أن يعني استمرارهم تحت ظروف صعبة في هذه المخيمات يزيد من التطرف العنيف. ولذلك نجد أن يعني ما ينبغي أن تقوم به دول أوروبا أن تنهض بمسؤوليتها باستعادة مقاتليها وخاصة إذا تحدثنا عن العائلات والأطفال. طيب، في لحظة من اللحظات سيد جاسم كان هناك وصف على عناصر ورعاية تنظيم داعش من الأوروبيين بأنهم بمثابة قنابل موقوتة. هل فكرة إنشاء مراكز لإعادة تأهيلهم في هذه المخيمات قد يكون إحدى الحلول، على سبيل المثال ما يحدث الآن في الإدارة الذاتية شمالي سوريا وهي تعمل على إنشاء مراكز تأهيل عدة في الحسكة قبل إعادة الرعاية إلى دولهم؟ نعم، هذه فكرة جيدة وتعتمد على نوعية البرامج وكذلك على نوعية الدعم الذي تحصل عليه قوات قسد أو قوات سوريا الديمقراطية من الدول المانحة. يعني تحتاج قسد إلى الدعم المالي والدعم اللوجستي وربما تكون مشاركة أيضا من دول أوروبا بالتعاون الأمني أو في تنفيذ برامج الوقاية، كون أن هذه تعتبر مرحلة يعني تكون مفيدة حتى إلى الدول أوروبا في استعادة مقاتليها وتسهل يعني ما تقوم به قوات قسد هو تسهل عملية استعادة يعني الأطفال والقاصرين وعناصر تنظيم داعش وكذلك تسهل في موضوع محاربة التطرف ونزع أيديولوجية التطرف خاصة عند الأطفال والعائلات. شكرا لك سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، كنت معنا من بون.